وللحديث عن ثورة تشرين المستمرة بزخم شعبي وطلابي ينضم إلينا عبر سكايب من باريس السياسي العراقي المستقل الأستاذ أمير المفرجي. سيد أمير، مرحبا بكم. يعني كما تابعتم الأخبار هذا اليوم، استجاب الثوار اليوم لدعوة اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، وذلك من أجل الخروج بتظاهرات وفي ظل القمع المستمر من قبل عناصر القبعات الزرق، وهي كما تعلمون تابعة لسرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر. لكن بداية، كيف تابعتم هذه الاستجابة سيد أمير؟ مساء الخير، أهلا بك سيد. شكرا على الاستضافة. من الطبيعي أن ما يحدث الآن هو استمرار لما كنا نتوقع في أن يحدث في العراق العزيز علينا جميعا، ألا وهو ثورة الشعب ضد النظام الفاسد وضد جلادي هذا الشعب الذين جاءوا من إيران ومن مناطق أخرى. الانتفاضة الشعبية ستستمر، لأنها يعني ليس هناك أي طريق لتغيير النظام، ولو أن هذه الانتفاضة هي يعني قد خلفت الكثير من التضحيات من الشباب العراقي، ولكن هذه هي الحقيقة. يعني السلطة الجلاد في النظام الحاكم يعني قد استعمل القوة لأنها الوسيلة الوحيدة للخروج من الأزمة على ما يعتقد هو ويعتقد من يشاركه في النظام. إذن الانتفاضة تستمر، ولكن في نفس الوقت هناك يعني نوع من التفكير السياسي الجاد من قبل الشباب المنتفض، نعم، ألا وهو يعني الخروج بحلول موضوعية للكف من هذه العملية التي تقتل الشباب في كل يوم. إذن هناك نوع من العقلانية للشباب العراقي لإفساح المجال، ولكن أنا في نظري وفي نفس الوقت أن النظام والميليشيات وما تفضلتم به سرايا ما يدعى بسرايا السلام، نعم، هي يعني ماضية للبطش بالعراقيين للخروج على ما يعتقدون من هذه المحنة. أستاذ أمير، يعني أصحاب القبعات الزرق التابعة لميليشيا السرايا يعني قامت استباقا لتظاهرات اليوم بإحراق خيام الطلاب المعتصمين قرب نفق التحرير، لكن هنا أود أن أستثمر وجودك معنا. هل هناك رسالة تحملها أصحاب القبعات الزرق تجاه المتظاهرين وتجاه الشعب العراقي ككل؟ ليس هناك رسالة على ما أعتقد، ولكن الحقيقة التي كشفت يعني وأظهرت على حقيقة ما يعني تريده هذه الميليشيات التي هي في الأحرى يعني ميليشيات قد يعني جاءت قبل مدة منذ 2006 أو قبلها. إذن هذه الحقيقة تنكشف، لأن وراء هذه النوايا هي أيادي وضعت يدها على الدولة العراقية، على الثروات العراقية. يعني الكل يعرف بأن السيد مقتدى الصدر مشارك في هذه الحكومة، مشارك إلى يعني حد العظام في تقسيم الثروات العراقية عن طريق الوزارات والوزراء. الحالة المادية ل يعني التيار الصدري هي حالة جيدة جدا، إذ لم تكن ممتازة من حيث المادة ومن حيث يعني السبل التي يستطيع من خلالها أن يصمد ويبقى في هذا النظام السياسي. إذن هو مستفاد ويدافع عن هذه العملية السياسية، لأنها عملية يعني تمثل مستقبل التيار الصدري ومستقبل الذين جاءوا وكما شاهدنا بأسلحتهم لقمع انتفاضة الشباب العراقي التي هي انتفاضة هوية وليست انتفاضة تيار صدري أو تيار ما أعرف شو اسمه، يعني هي انتفاضة عراقية صرفة 100%. أستاذ أمير، يعني ربما أخذ من جنابكم الكريم مصطلح المستقبل. لجنة التظاهرات تقول أن العراق أصبح دولة مختطفة بشكل علني وواضح وصريح للميليشيات المرتبطة بإيران. إذا ما تحدثنا عن المستقبل أستاذ أمير، يعني متى تنتهي تبعية الميليشيات لإيران؟ يعني كل العراقيين الشرفاء والكل العراقيين اللي يعني يحرصون على مستقبل العراق يعني أخذوا يفكرون جديا لماذا هذا السكوت، يعني خصوصا السكوت العربي. أين هم العرب من العراق؟ أين هي الدول التي استفادت من الثروات العراقية في الماضي؟ أين هي هذه القوى التي تدعي بأنها قوى
يعني تؤمن بالسلام العالمي وتؤمن بالسلام في منطقة الشرق الأوسط. الكل يعرف بأن ما يحدث في العراق هو تدخل خارجي تقوم به هذه الأحزاب التي تأخذ مصادرها من ملالي إيران، ولكن لحد الآن لم نشاهد، يعني نشاهد بعض الكلمات من قبل الأمم المتحدة ومن قبل بعض الدول، ولكن يجب القول بأن العراق ترك لينذب، يعني ليذبح بين نظام فاشي فاسد وبين شباب يريد أن يعني أن يستعيد كرامته وهويته ويستعيد حياته كحياة أي إنسان في العالم. ولكن مع الأسف يعني ترك العراق بهذا الحال هو يعني سؤال يعني يأتي على ذهن كل عراقي شريف، وحتى يعني العرب هم يعرفون يعني لماذا ترك العراق، والكل يعرف بأن من يضطهد العراق هو نظام لا يمت بصلة بالعراق، هو نظام من أحزاب تأتي بفتوات من يعني من خلال استراتيجية أجنبية ليس لها صلة بمستقبل العراق وليس حتى بالدين يعني العراقي إذا كان شيعي أو سني، ولكن الكل يعرف بأنها أوامر تأتي يعني لمصالح إيرانية لا تخص العراق. أستاذ أمير، يعني موقف مرجعية النجف هذا اليوم، يعني دان ممثل المرجعية أحمد الصافي، أدان الاعتداءات والتجاوزات التي حصلت من أي جهة كانت، لا سيما في أحداث النجف الأخيرة. المتظاهرون أيضا من جانبهم طالبوا بوقف العنف من قبل القبعات الزرق. تعتقد أن خطبة المرجعية جاءت متناغمة مع مطالب الثوار أستاذ أمير؟ أنا يعني أستاذي سيدي العزيز، أنا ليس من عادتي أن أستمع إلى خطاب المرجعية، ولكن أقرأ ما يعني ما يقال وما ينقل عن المرجعية الدينية في النجف الذي تمثل يعني مرجعية خاصة لا تعترف بها أو لا يعني لا نراها مناسبة في هذا الوقت مع وجود مرجعية وطنية تشمل كل العراقيين. ولكن عندما يعني تحلل ما بين السطور ما قاله اليوم ممثل المرجعية في النجف السيد أحمد الصافي، نلاحظ هناك تغير طفيف، وهذا التغير الطفيف قد لاحظناه يعني ليس فقط في كلام السيد أحمد الصافي، ولكن في بعض الشخصيات التي كانت تنتقد أو كانت مع النظام الطائفي الموجود منذ وجود المالكي ومرورا بالعبادي وعبد المهدي وعلاوي، الآن أصبحوا كأنهم في جانب المتظاهرين، ولكن يعني بحالة قد لا تشبه كثيرا يعني الشيء الذي نستطيع أن نفهمه، ولكن نلاحظ هناك تغير. ولكن في قضية المرجعية يجب أن أكون أكثر وضوحا، إنما قالته المرجعية الناطق بها هناك يعني غموض وضبابية في الكلام بين التفسير بين الدولة بين الأحزاب التي تقمع الشعب والثورة العراقية التي يمثلها الشباب. هناك يعني المرجعية تضع الأحزاب التي يعني تقتل الشعب العراقي وتقتل الشباب في نفس الكفة التي هي موجودة مع الشباب، وكأن هناك يعني جانبين يتصارعان على السلطة. المشكلة يجب أن نقول بأن المرجعية يجب أن تخرج من هذا الغطاء الذي يمثل الدولة، يجب أن تكون فوق هذه يعني الحالة وفوق هذه المعادلة، لأن ما يحكم في العراق هو ليس بدولة وليس بأحزاب، ولكن المرجعية لا تريد أن تقول الحقيقة وتضع هذه الأحزاب كأنها دولة موجودة أمام شباب يعني منتفض، وقد يعني في بعض الأحيان حتى يعني تريد أن تلوم الشباب على أن هناك بعض يعني الأشياء التي لا يجب أن يعملها هؤلاء الشباب. إذن هناك حالة ضبابية، وهذا يرجع إلى يعني حالة التخبط التي وصلت بها المرجعية في الوقت الحاضر. أستاذ أمير، هناك من يهدد المتظاهرين بعدة طرق ومحاولات، يعني الطرق التي عهدناها هي بالقمع والاقتطاف والاغتيال خاصة للمتظاهرين، وأيضا طال القمع والاغتيال والقتل الناشطين والمدونين وحتى الصحفيين، ولكن هناك عدة طرق ومحاولات. على سبيل المثال، مثلا عندما يصرح زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي على قناته يقول مسألة انتخابات مبكرة ستدخل العراق في حرب أهلية، يعني من وجهة نظركم ما مدى دقة هذا التصور وهذا الطرح؟ لا يعني هو اتركه لنتركه يقول ما يريد. طيب.
الخزعلي هو يدافع عن وجوده، يدافع عن وجود ما جاء به إلى العراق. الخزعلي هو ليس لا يمثل أي شيء، ولكن يمثل كرئيس ميليشيات جاءت من قبل إيران وتتلقى الدعم من قبل إيران. نعم. وهو يريد يعني أن يثبت بأن هناك يعني وجود له، ولكن كلام الخزعلي ليس له أي يعني أهمية، وليس له أي يعني لا يجب أن نعطيه هذه الأهمية، لأنه لا يمثل أي شرعية سياسية ولا أي شرعية يعني نستطيع أن نتفاهم معها في العراق. في العراق الشرعية هي مع الدولة وليس مع الميليشيات التي تأتي من الخارج. نعم. عبر سكايب من باريس السياسي العراقي والمستقل أمير المفرجي، شكرا جزيلا لكم.